هاي جريد 2، معاكم ميس ايمان سيد من قناه ميس ايمان. ان شاء الله النهارده جريد 2 هنبدا مع بعض يونت 2 في كتاب الكونكت. بس احب بس اقول لكم قبل ما ابدا النهارده اليونت بتاعي، يا ريت ما تنسونيش الشير واللايك وسبسكرايب للقناه عشان اوصلكم كل الفيديوز الجديده. انا الحمد لله دلوقتي برضو جريد 2 نزلت لكم البي دي اف الكونكت، كونكت بلس والديسكفر على الدايلوج بوكس عشان تتابعوا معايا الدروس اللي احنا بنشرحها. احنا قلنا احنا بنستخدم كتاب الباهر، وبنستخدم كتاب الباهر كونكت بلس، والمعاصر بنستخدمه في الديسكفر. اوكي، تعالوا بقى النهارده معايا جريد 2، هناخد مع بعض يونت 2 اللي هو سكند يونت اللي هو في ايه؟ في كتابنا، كتاب الكونكت. تعالوا بقى نقرا مع بعض كده ونشوف اليونت بيكلمنا عن ايه؟ بيكلمني هنا عن ماي باد. طبعا انتوا في جريد 1 خدتوا اللي هي البادي بارتس اللي هي ايه، النوز والايرز والكلام ده. هو هنا بيكلمنا عن البادي بارتس، بس طبعا هو بيتكلم في جزء منها بيتكلم عن الانيمالز وعن الهيومن. تعالوا بقى نبص مع بعض بيقول ايه؟ لوك ليسن اكتفلي، لوك اتس ا بيرد، ات هاز تو ليجز، ات هاز تو ليجز، لديها ساقين، تو فيت قدمين، اند ا بيك، ا بيك اللي هو ايه؟ منقار. The monkey has a face, teeth and big ears. والقرد وجه واسنان واذنان كبيرتين. هنا عندنا بقى ايه؟ هنا ايه؟ I have legs. هنا يقول هنا ايه؟ عندنا إيه؟ this is big, this is the big. بص هنا معايا في البيكتشر دي عندنا this is big, this is head and this is leg. Big and feet, okay؟ يبقى repeat after me. This is head, this is beak, and this is leg, and this is feet. This is a monkey. This is head, this is face, teeth, arm, and leg. I have two legs and two feet. أنا لدي قدمين، أنا لدي قد أنا لدي ساقين وقدمين. أنا لدي ساقان، أنا لدي ساقان وإيه وقدمين. أنا لدي ساقان وقدمين. Two. I don't have a beak. بس انا ما عنديش بيك. طبعا هي بتتكلم هنا عشان هي هيومن، not have a beak. عمرنا شفنا هيومن have a beak؟ عمرنا شفنا، احنا عمرنا شفنا ربنا لينا لينا من ارض. I have a face and teeth too. انا لدي ايه؟ وجه واسنان. تعالوا بقى نبص مع بعض. My body. بتتكلم هنا عن ايه؟ نتكلم هنا عن my body. This is head. This is head. Ear. Foot. Leg, arm, and face. Repeat after me. Head, ear, foot, leg, arm, face. طبعا الفيور، طبعا الفيور طبعا في بتبقى ايه في الانس، فيور فيور. بيك، بيك اللي هو ايه المنقار. تعالوا بقى نقرا بقى بعض الكلمات الجديده اللي احنا بنتقسم بوكاب كده عايزين نعرفها. بوليس اوفيسر، بوليس اوفيسر، باب شرطه، سكول كاستم زي مدرسي. الكاستم دي اللي هي زي يونيفورم كده، يعني بتقول عليها يونيفورم. بس هي مكتوبه هنا بقى كلمه جديده خدتوها بقى المره دي اسمها سكول كاستم. دكتور طبيب، انجينير مهندس، بير طائر، كي قطه، كينج ملك، جيرل بنت، اليفنت فيل، مونكي ار. فود في، طبعا البلور بتاع فود في، توث فيل. تعالوا بقى نبص هنا بقى. Study the following. I'm A. I'm a girl. Today I'm a dog. طبعا هم هنا بيعملوا ايه؟ يعني زي ايه كاستم كده، كل واحد ايه بيعمل ايه دور حاجه معينه وبيحبها. هي بتقول ان هي انا بنت، انا النهارده هعمل ايه؟ يعني انا هعمل النهارده هي عندي دور ايه؟ دكتور طبيب. Hello I'm شريف. انا اسمي شريف. I'm a boy. انا ولد. Today I'm an engineer. النهارده انا هكون ايه؟ engineer. هاني از ا كينج، هاني الملك. هانا از دكتور، هانا الدكتوره. امير، اميره از ا بيزي بي، اميره طبعا بتبقى البيزي بي. بيزي بي اللي هي ذا هيرو اوف ذا ايه؟ اوف اور بوك اللي هي ايه؟ النحله المشغوله. يوسف از ا بوليس اوفيسر، هو ايه؟ ضابط اللي هو ضابط ايه الشرطه. طب تعالوا نقرا مع بعض التكست كده عشان نفهم. جود مورنينج ام هاني، توداي وي هاف ا كاستم بارتي ات سكول. في يعني يعني ايه حفله كده فيها زي ايه زي تمثيل يعني كده اهو، هيلبسوا يعني ايه كل واحده يلبس ايه شخصيه، يعني هيبقى زي بلاي كده كل واحده يلبس ايه
كاركترز معينه بايه، بكاستم بلبس معين، اليونيفورم يعني ديفرنت يونيفورم، يعني يونيفورم مختلف. ام اكيد انا كي انا ايه ملك، هانا از دكتور، هانا طبيب، اميره از بيزي بي، يوسف از بوليس اوفيسر، هو وود لايك، هو وود لايك تو بي، انت عايز تبقى ايه؟ تعالى نقرا مع بعض كده الكتاب كده. احنا قلنا جريد 2 على فكره عشان تبقوا عارفين، منهج جريد 2 اصلا معتمد يعني غير جريد 1، معتمدين هنا اكتر على الفوكاب اكتر من على الجرامر، فلازم نبقى عارفين الفوكاب حلو قوي، لازم ناخد الفوكاب عشان نحل الانسكريبتور ونحل الميسنج لانجوج. يعني انا عندي كلمه فيس، ممكن يجيب لك فيس وتبقى لك ملخبطه، او يجيب لك في ميسنج ليترز، فالمهم جدا الكلمات محفوظه. فيس فيس فيس، هيد هيد هيد، ارم ارم ارم، ليج ليج ليج، دي بتحصل دي. فيس فيس فيس، هيد هيد هيد، ارم ارم ارم، ليج ليج ليج، فيت فيت، فوت اير فيو، لانجوج بوكس، وي هاف لانجوج بوكس هير، هاف اند هاف. طبعا عايزين احنا اتكلمنا عن هاف وهاف كتير قبل كده، مش جديد علينا نتكلم عليها تاني. احنا قلنا اي يو وي ازاي بياخدوا ايه، هاف هاف اللي بتشتغل مع الفيو، وبعدين احنا بنقول كلمه هاف يعني لدي او عندي، يعني معناها لدي، وممكن تستخدم هاف برضه، احنا قلنا هنستخدمها مع ايه، مع مين، هاف دينر، هاف بريكفاست كده. هي شي ات هاف، اي هاف تو ليكس، انا لدي قدمين، they have feet، هم لديهم اسنان، it has two legs، هو عنده رجلين. طبعا ممكن طالما بيقول ايه تبقى بيقول ايه something is not a human، اللي هي بتتكلم عن something مش اللي human. the monkey has a face، القرد عنده وجه. تعالوا نحل مع بعض كده، هم 5 sentences كده، تعالوا نحل مع بعض كده عشان نشوف الكلام اللي قدامنا ده. هنا عندي ايه، اي بتاخد ايه، اي بتاخد ايه هنا، نقول اي ايه، اي هاف، هي شي ات بياخدوا هاز، هي هاز، زي هاز، ان اليفنت هاز. طبعا هنا دي عشان ايه، دي سنجلر، دي بلورال، فلازم ناخد بالنا وسنجلر بتاخد ايه عشان نبقى عارفين، ودي سنجلر يو، هنا سبيس ايه، بس يو هاف فيس. وانت طبعا استخدمنا النيجاتيف اللي هي دونت هاف، وايه دوزنت، ايه دوزنت هاف اللي هي معدوم دوزنت، يعني اي دونت هاف بيك، انا مش لدي ايه، they don't have a big ear، he doesn't، he doesn't، هنا عشان تشوفين بدل ما احط الاس فحطينا ايه doesn't، بنعبر عنها بايه doesn't. اي هنا هو بص بقى، اي دونت ولا doesn't have a beak، طبعا هنا اي دونت هاف، he don't ولا doesn't have two faces، he doesn't ما عندوش حد عنده وشين، they have or has legs، طبعا زي تاخد ايه او طول عمرك كده هي. اوكي تعال بقى نبص مع بعض على الـ على الـ على النكست النكست lesson الثاني، يقول لنا ايه، I have a big head، I have a big head and big ears and I have 4 feet، who am I، طبعا احنا شايفين ايه، الاليفنت، I have two legs. I have no arms. I have a beak. Who am I? A bird. I have two legs and two arms. Whom am I? Monkey. I have four legs. I have a few. A cat. Match the match from the front. طبعا عايزين كلمة head يعني ايه اللي هو رأس، head this one. Number one is this one. Face. Number two is this picture.
لاجز ذيس از بيكتشر بليز. هنا بقى بيقول لي ايه، هنا مديني بيكتشر بيقول لي سنتنس وانا اشوف الثقب السنتنس دي مناسبه للبيكتشر دي ولا لا. اتس ا بيرد اتس ا مونكي از ات از ات ا بيرد فروم اتس ا مونكي سو اي ويل ميك اي ويل ميك تيك اور رايت ان ذا نمبر بي. ات دازنت هاف ا بي، طب ما عندوش بيك، ات هاز ا بيك، طبعا هو بيرد لازم هيبقى عنده بيك، يبقى الاجابه هتبقى عند يس. اي دونت هاف ا بي I have a bee. يعني طبعا هيقول don't have a bee، يبقى العلامة عندي ايه؟ don't have a bee. اوكي؟ تعال بقى مع بعض هنا نبص ايه على الكلمات المسج letter. هنا ال letter ناقص هنا ايه؟ letter O، letter ناقص هنا I، B، A، T، E، K، A، K، R. اوكي؟ طبعا انتوا لو حافظين الكلمات هتعرفوا ايه؟ تكتبوا. طب الباقي ادي هم فكروا فيه بقى حلو انتوا لوحده. دي حاجات لكم ايه؟ حاجات اهو انتوا حلو ايه ده؟ طب هنا فوت هنكتبها ازاي؟ انا طبعا هحاول اكتب لكم كام كلمه وانتوا برضو ايه المفروض ان الكتاب تبقى محفوظه عشان تعرفوا الكلمه. انا كتبت فيه هنا عندي ايه فيس يمكن لايك فيس طبعا احنا لو حافظين الفوكاب هنعرف نحل على طول يا جريد، فلازم الفوكاب تبقى ايه تو ماست وي ماست كيب ذا فوكاب، تحفظ الكلمات مش تعرف تحل. تعالوا نكمل بقية الدرس اللسن بتاعنا، نكمل في اللسن بتاعنا نبتدي الدراسة. هنا عندنا بإيه؟ سيركل ذا اولد وان، يعني إيه الكلمة اللي هي الكلمة اللي هي إيه؟ دفن. عندنا هنا هير فيك لابس، طبعا الكلمة الأولى هنا تبقى إيه؟ هير فيك run eyes. طبعا هما في two are verbs and one is a noun. So I will a I will omit eyes. Ears hands throat. I will omit throat. Okay. I'm a king. I have two legs. I'm a girl. أنا بنت. I have a big. I have big a. I have big a ears. I have big ears. Ears. في بعض الفيربس كده عايزين نحفظهم كده وبعدين بعد كده هنقف يعني ونستوب هير نكست كلاس هن ايه هنكمل. عندنا كلمة هير يسمع كيك يشوت ران يجري سي يرى سبيك ثرو. طبعا عندنا كلمات زي كلمة ايس ريد ماوس بلاي هاندز. I will read it here 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 kick kick I will say kick the ball shoot the ball run 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 see 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 speak 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 throw 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 today I will stop here thanks a lot and see you next again goodbye.